السلام. مرحبا. سيادة الرئيس. نعم. يسرني أن أحييك. شكرا جزيلا. ونحن نرحب بكم أيضا. شكرا جزيلا. عفوا. أولا أود أن أشكرك جزيل الشكر على المشاركة في حل مشكلتنا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. موقفنا واضح. نحن نريد أن يتم إطلاق سراح مكسيم شوغالي وسامر سفيان. ونحن مستعدون لبذل كل جهودنا. على أي حال أنا إحنا بالنسبة لموضوع الشباب الاثنين هذونا، أنا حكيت مع السيد فايز السراج الآن، هو يقول إن لديهم أدلة واعترافات إن هم يشتغلوا لصالح سيف الإسلام ويتواصلوا مع جماعة سيف الإسلام ومع جماعة حفتر وغير ذلك. نعم هم تواصلوا معه، لكن ما كانوا عم يشتغلوا لصالحه، هن كانوا عم يعملوا دراسة اجتماعية فقط لا غير. على أي حال أنا أريد أن أطمنكم، أولا هم أخبارهم جيدة، يعاملوا معاملة جيدة، ونحن لن نصعد في موضوعهم أي نوع من التصعيد الإعلامي أو غير ذلك. أيضا نحن نحاول أن ألا تتحول القضية إلى القضاء، لأن إذا وصل الملف إلى القضاء يصعب بعد ذلك التحكم فيه، ولهذا سنسعى إلى حل الأمر بطرق ودية وطرق تحقق منفعة للطرفين. الأستاذ فايز السراج لديه رغبة في زيارة روسيا والالتقاء بالرئيس بوتين، وأن يخرج من اللقاء يعني بيان يبين أن روسيا تقف مع الشرعية الدولية ومع قرارات مجلس الأمن. لكن روسيا موقفها حيادي، نحن ما ممكن نأخذ طرف من الأطراف في روسيا، لا نقبل بالابتزاز. أنتم تطلبون لقاء مع القيادة العليا لروسيا، بينما صندوق حماية القيم الشعبية هو صندوق عام ولا يمكنه ترتيب هذا اللقاء. علنا أو ظاهرا لن يكون مرتبطا، لكن هذا حيسهل الأمر كثيرا، يعني شيل الطريقة المثلى لصراحة. رأيي الخيار الأمثل هو ترجعوا لنا الشباب، ونحن من طرفنا منقول أن حكومة الوفاق ما استغلت اعتقال الشباب ورجعوهم بدون أي مشاكل. لازم تفهموا أنه المنطق الروسي والمفهوم الروسي مفهوم أعطيني لا أعطيك هو أمر غير مقبول بتاتا. شوف احنا ما فيش حاجة مطلوبة غير منطقية، يعني هذا أمر غير مقبول حتى من طرفنا، لكن نحن في المقابل لو راحوا للقضاء حيبدأ أمر معقد. نحن لا نسعى إلى تعقيد الأمور، لا نسعى إلى تعقيد الأمور. مع كل احترامي، كيف ممكن نبادل اطلاق سراح ناس خالفوا نظام تأشيرة الفيزا مقابل الموقف الرسمي لروسيا؟ هي مش مقايضة، لكن احنا ايضا وضعنا صعب، ناس ساعدنا عرفتم، لكن ذنبهم حسب ما انا فهمت من قولك انه هم فقط خالفوا نظام التأشيرة فقط، ليس كذلك؟ لا هو بغض النظر عن التأشيرة، شوف هو تشيرة وتواصلات مع جهات تعتبر عدوة في حالة حرب. احنا ما نبوش نعقد الموضوع، احنا نبو نحاول نحل الموضوع. هم لم يكونوا مع احد، هم فقط كانوا يتواصلون مع مختلف الناس، وانتم حضرتكم سيادة الرئيس مشري ايضا طلبتم منا التواصل مع سيف الاسلام القذافي، ولذلك هم تواصلوا معه، وحسب معلوماتنا سيف الإسلام ليس هناك تهم ضده، وهو شخصية شرعية في ليبيا. لا عفوا معلشي، أنا أطلب أنكم أنتم عندكم تواصل، شوف أنتم عندكم تواصل، أنا ما قلتش أنهم يدخلوا يتواصلوا بطريقة غير شرعية. لكن اختطاف الناس على أساس أنهم خالفوا نظام التأشيرة، على الرغم من أنه تأشيراتهم كانت نظامية ومصدرة من السفارة، وبعدها استخدامهم للمقايضة، هو يعني أمر غير مقبول. خلاص أنا حنبلغ ونقول إحنا راه في صعوبة في اللقاء، ونحاول إنه يكون في حل تاني ودي. نحن عندنا مشكلة ونحتاج إلى مساعدة، ما نرجوش إن هي تفهم إن هي كأنها ابتزاز، يعني عرفت؟ تماما هذا يبدو تماما كابتزاز. بكيف الحل في نظركم؟ حسب رأيي ترحيل شبابنا إلى روسيا، وإن تطلب الأمر بيدفعوا غرامة. نحن من طرفنا جاهزين أن نرسل طائرة في أي لحظة. أوكي. أنا حنشوف